دي. لكن احنا خلينا دلوقتي نتكلم على ان البنك الدولي على اوكرانيا في الناحية الاقتصادية العمومية وبطريقة عامة، البنك الدولي حطها في ان هي الدول الاوروبية اللي هي بتحقق نموات اقتصادية بتتراوح من 3% ل 5% سنويا، وده امر جيد. بتعمل علاقات تجارية جامدة او قوية بين الاتحاد السوفيتي، بين الارو الروسي اللي هو اوزبكستان وروسيا وبيلاروسيا وجورجيا والدول دي كلها، وبين الدول اللي هي خارج الاتحاد الاوروبي. الاتحاد الاوروبي طبعا بيعمل معها شراكة، وفي احتمال كبير ان هي تدخل في حوالي شراكة تجارية كاملة متكاملة بين الاتحاد الاوروبي ودولة اوكرانيا، احتمال كبير. ولو الاتحاد الاوروبي وافق بحاجة زي كده، او ان الشروط اللي حطها الاتحاد الاوروبي لاوكرانيا مشيت، حابب اوضح ان هي بتعمل علاقات تجارية بين الاردن والمغرب وتونس ومصر. مصر بتستورد منها قمح وبتفضل ليها صناعات، وبتستورد منها الصناعات الاخرى، صناعات الحديد الصلب وصناعات المعلبات المفرغة اللي بتحط فيها بعد كده المنتجات بتاعتها. الولايات المتحدة برضك ليها باع طويل في الموضوع ده. الهند بتشارك معاها برضك وبتستثمر معاها، وروسيا. يبقى عندك رؤوس الأموال هنا الاتحاد السوفيتي سابقا والأرو روسي، وعندك روسيا وكازاخستان والدول اللي هي الأرو روسي، وعندك الاتحاد الأوروبي بالنسبة، والصين والهند والولايات المتحدة الأمريكية. المحافظات أو المدن اللي هي الاقتصادية بتشكل فيها اللي هي بتركيز المواد الاقتصاد عموما، في عندنا كييف، باريسبول اللي هي طبعا جوه كييف، عندنا هاركوف، مدينة اسمها هاركوف، مدينة اسمها ليفوف ودانييسك، دي مدن طبعا اللي انا بقول عليها، واوديسا ودنيبرو بيتروسك. بتعمل علاقات برضك اقتصادية مع دولة اسرائيل، الدولة اليهودية، وطبعا هنا رؤوس الأموال اليهودية عالية جدا. ومش حابب ان انا اتكلم ان هما ماسكين تقريبا الاقتصاد بتاع البلد، والقنوات الفضائية والقنوات المحلية والبنوك، هنا اصحابهم اصحاب البنوك تقريبا. يعني ده طبعا ده تفوق العقل اليهودي عموما، ان هما يد واحدة وبيشتغلوا بطريقة متكاملة اللي هي طريقة الجروب. خلينا نتكلم ونوضح حاجة مهمة جدا، ان هي بلاش طالما انت عايز تيجي تشتغل في اي دولة اوروبية ايا كانت الدولة الاوروبية، سواء شرق اوروبا او غرب اوروبا او دول متقدمة اوروبيا، بلاش تفكر بالنظرة اللي هي العنصرية، ده يهودي ده مسلم ده عربي يبقى ده كويس او الكلام ده خالص. لا، ركز في شغلك، ان انت يعني ابعد، حاول تبعد السياسة عن البيزنس او التعاملات، لان انت ممكن تفاجأ ان انت شغال مع ناس الرئيس او صاحب الشركة يهودي. فمش معنى كده ان انت طالما هو يهودي يبقى هو انسان سيء. تمام، فرق بين دين البني ادم وبين دولة البني ادم، وخليك دايما حاطط في دماغك ان الشغل، مش هقول البيزنس عموما، الشغل ملهوش لا دين وملهوش لا. خلي علاقتك برضك يعني بالناس كلها علاقة كويس، لان الاوكراني عموما او الاوروبي عموما بيهمه ثلاث حاجات. ثلاث حاجات دي اللي انا جربتها واللي انا عشتها في الدول الاوروبية. اهم حاجة عنده الصدق، ان انت تكون صادق، تحترم مواعيدك، والحاجة الثالثة وهي المهمة، ان انت تكون مجتهد في عملك. يعني عندك صدق، احترام للمواعيد، مجتهد في عملك. ما بيسألكش انت جاي منين، داخل البلد بطريقة شرعية ولا لأ، معكش فيزا، معك فيزا، معك ورق، انت بتعمل ايه في البلد، معك فلوس في البنك او ما معكش. فيه كتير مليونيرات ماشيين في الشوارع وعاديين جدا، ما تفرقهمش عن الناس اللي هي العادية. في احترام متبادل في المجتمع. المجتمع هنا ما فيش اللي هي النظرة اللي هي المترفعة زي عندنا في الدول العربية، ده مليونير، ده مش عارف، انت مش عارف بتكلم مين، الكلمة اللي هي السفيهة اللي دايما الناس بترددها في الدول العربية ومنحبش نسمعها. هنا في احترام لحقوق الإنسان زي ما بيقولوا، في احترام لآدمية الإنسان. خلينا في الحلقة الجاية بإذن الله تعالى نكمل كلامنا، ومرحلة جديدة من مراحل الحديث عن دولة أوكرانيا. شكرا، والسلام عليكم ورحمة الله.